تأهل الهلال إلى نصف نهائي كأس ولي العهد السعودي بعد فوزه على ضيفه القادسية بأربعة أهداف لهدف. الهلال سيلتقي بالشباب في دوري الأربعة يوم الجمعة المقبل في الرياض. انتهت الموقعة المصيرية بين مانشستر يونايتد وضيفه تشيلسي حامل اللقب بالتعادل السلبي في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وعوض أرسنال خسارته المذلة يوم السبت أمام ساوثامبتون برباعية نظيفة في المرحلة الماضية، وتربع على الصدارة بشكل مؤقت بعد فوزه على بورنموث بهدفين دون رد.